بوظوا الدنيا. تعالوا نشوف التقرير اللي معانا. عندنا تقرير معمول عن عبد الملاك، مع عبد الملاك. عبد الملاك بيعمل تماثيل من ورق الجرايد. تعالوا نشوف ونرجع نبتدي مع حضراتكم فقرات حلقتنا. دبلوم كامل هندسه، ماليش دعوه بفن خالص، موهبه من عند ربنا. اولا اللي بعمله دوت ده مش عجين في جرايد، لا الجرايد سليمه زي ما هي. مرات الشعر بعمل زي اللي بتعمل عمله قدامك عشان تشوفيها. في قصر ثقافه شبرا الخيمه عامل شغل هناك، ورشه عمل هناك. المدير اللي هو ماسك القصر قال لي الحاجه اللي بتعملها ديت ده ما درسناهوش في الكليه خالص. ده انت بتعمل حاجه موهبه غريبه فعلا. هما بيعملوا عجينه الورق، يمسكوا الورق يقطعوه في تفيت ويحطوه في ميه ويحطوه في الخلاط وغيره ويعملوا عجينه. ما بيعملش عجينه، ورق سليم زي ما هو كده، وحاجه ناشفه بتقعد غيرها بتنشف الورق بتعيش معاك سنين طويله. عندي حاجات بقى لها يمكن 20 سنه. عملت معرض في دار الاوبرا باشمهندس محلي افتتحه. عملت معرض كاف صحفيين من 2004 2005، قعد 10 ايام في الحياه الشعبيه دي كلها. نفسي في متحف زي المدام نفسها فيه، زي متحف السامع، متحف جرايد، ما اعرفش ينفع ولا لا. نفسي اعلم طوب الارض لان دي موهبه بتاع الثقافه، فنون جميله. هو قال لي ما درسناش في الكليه خالص، ناس تعجبها الشغل بيشجعوني عليه يعني كتير قوي. وفي عندنا في كيس الانبا مرقص، الانبا مرقص بيشجعني، وابونا يوسف صابر، يوسف صابر ماسك المركز هناك وسائل الايضاح. في حاجات كتير قوي بتاعت اطفال بقى، ارجوزات وحاجات دروس تتحرك، مبلوع اعمى والميت يقوم، الفتله بتاعي يتحرك ويتشد ده. هو مشجعين على كده ومديني اوضه هناك كبيره قد الشقه كده حاطط فيها كل حاجتي.